يا اخوان بهذا الفيديو بدنا نشحن احسن عرض نزل واول مره شركه كلاش بتعملها. وكأنسى الاحداث النازله، شوف الهوغي بانك تامن بخمسة دولار 75 الف ذهبه، اليوم ربع مليون، اوف اوف اوف، يعني مضاعفينه ثلاث مرات. احسن عرض راح نشحنه ونعمل عليه مسابقه لكم. يعني كمل الفيديو للاخير ولا كمله؟ ما علينا. في عندك شيء اسمه سلاش رويال، اللي هو لما تيجي تطور بطاقه بكون نص سعرها، يعني 100 الف 50 الف. وعندك كون في المتجر كل يوم شيك بتاخذ تكت واحدة وبعطوك 1000 ذهبة، بتدخل على السحب يوم الجمعة بكون سحب مصاري يمكن بيطلع لك 5 مليون ذهبة، 100 الف انت وحظك. اسمع، في مليون ذهبة بتقدر تاخذها، في 200 الف ذهبة عن طريق انك تلعب هون في الكؤوس او في طريق الاساطير، اي برج بتدمره 2000 ذهبة. تيجي على الشوب هون عندك 60 الف ذهبة، لانه ال 2000 بتاخذها 30 مرة. طريق الاساطير في 100 الف ذهبة، كل ما تطلع هون تاخذ 6000 3000. تقدر تجيب مليون ذهب عن طريق انه تلعب كل هاي الاشياء، وما راح يتكرر. يعني خصنا سلاش رويال 19 شهر بروح انه تطور البطاقه بنص سعرها، فجيب كل هاي الذهب وظبط حسابك معلم، مش راح يتكرر. المهم خلينا نشحن هارد ونقول لكم كيف تشاركوا عشان تربحوا. يلا وهيك بيكون وصلونا ال 250 الف ذهبة. طب كيف نشارك بالمسابقة؟ اذا ما ايش في، اعمل لايك للفيديو، تكون مشترك في القناة، تنزل تحت في التعليقات تكتب اي تعليق بدك اياه. بس اذا ما وصل الفيديو 2000 لايك كنسلوا على المسابقة كلها. انتوا الخسرانين، ما وصل الفيديو 2000 لايك ما بسحب، بس يوصل 2000 لايك بسحب. ان شاء الله اليوم وصل نسحب اليوم. وراح نلعب معكم هون جيمين هسه على السريع. هون صرت ليج 3 ما بديش العب، لازم العب وانا مركز عشان بحاول اجيب 100%، مع انه مستحيل بس ماشي. يلا خلونا نشوف مين اول واحد بده يخسر. لازم ناخذ 3 كراونز يعني. اوكي جوجل اسمه، ماشي هسه بنشوف. وكسه بنشوف، حلو. خلينا ننزل له العاد باولر، ان شاء الله تكون نسخه الايلايت باربر. بيغدرني قال على اليمين زي الاولاد. طيب حلو بسرعة، ايس وزرد هون. طيب خلينا بس نرجع هذا شوي. لا يدارت، حلو بسرعة جولدن نايت. بس بدي اخر شوي الكتر، ما مع بيت دراجون هذا الاشي الوحيد اللي بضايق التشكيلة عندي. ايوه مع انه اخذ دامج مش مشكلة. طيب خلصت بسرعة. انفيرنو دراجون جريفيارد سلم لي. لعبت الاكسر جولم بضحكوا والله يا اخوان، يعني هجم هجمة وبدافع ومفكر حاله. شو تفضل. طيب فريز من هون. لا لوك، كيف الاكسر جولم لوك ولا ايش هذا؟ مش مشكلة مش مستعجلين. كمان واحد يجي الباولر وحش، راح ترك له الدارت. هل تعلم لو كان مع بيبي دراجون ما باخذ دمج على البرج؟ بس لانه حاط دبل ويزرد، اي اشي بحطه على الكتر دراجون بقتله الكتر دراجون. طب ماشي خلينا نحط بالله جولدن نايت، خلينا نصرفه ال ممكن نحط هيلر هسه، مش مشكلة هيك هيك انت راح تخسر 3 كراونز يعني. انا اسف بس هسه بتشوف ممكن حتى اعطيه البرج عادي. انتو حاولوا هيك كمان ايس وزارد، نسحبه هذا هيك، بديش يخرب علينا الدفاع. اذا كنت فايز 1-0 والخصم وكنت تقدر تفوز 3 كراونز، خلي الخصم ياخذ برجك عشان تاخذه 3 تيجان وتاخذ 6000 ذهب. شوي بس الكتر ويزارد، او اقول لك تعال فريز، مع انه ما لهوش اي داعي، بس بدي احافظ على دم الباولر هسه، لان ممكن هاي الهجمه تربحني هسه 3 كراونز. شوي بدي 10 جريف يارد من هون وباولر بالنص. يلا شوي بس تورنيدو يا معلم، زي هيك يا عمري على التورنيدو. خلينا نعطيها هذا، ايوه وحش جولدن نايت جي جي خذها. لا لا والله بعده مش مستسلم، عنده امل، عنده امل يفوز. طب بتعرف شو، خليه ياخذ البرج، شوف شو بدي اعمل. بدي 10 كسير بس جريف يارد من هون، انفيرنو دراجون سلم لي، مبروك البرج الزلم على الفاضي. شايف هاي طريقه بتربحك كثير ذهب، هي هيك 6000 في الجيبه. يلا خلينا نفوت لنا كمان جيم. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة، ولك يلا ولك ايش فيه.
حلو 6060. مش عارف نفوت جيم ولا خلاص. خلونا نفوت كمان جيم، لأن الفيديو يمكن 6 دقايق. حرام، أصلا الفيديوهات القصيرة ما بتطلع باليوتيوب إلا إذا نزلتها شورت يعني، بس لا بدنا فيديو عادي إحنا. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نفوز عليها برضو. طيب مش راح نلعب، نستنى هو يبلش. حلو، خلينا نزل جولدن نايت. يا إخوان اللي كؤوسه أقل من 7000، شوي بس نفعل، شوي بس خاصية بالله. إذا كؤوسك أقل من 7000 وحاب توصل 7500، على القناة الثانية عامل هاي السلسلة. حلو، أوف والله كفو، وصلنا لحساب 7000. هي بخلي لكم رابط القناة بالوصف، بس فيديو 7000 بعد ما نزلته، هاي تسريبات يعني. شو بلعب هذا؟ فينيكس، كانون كارد، تورنيدو. طيب خلينا نزل لهون انفيرنو. كمان وحدة باولر؟ حرام. طيب اه لا، خلي عادي، خلي ياخذ دمج شوي، مش فارقة. جولدن نايت خاصية بسرعة. شايف ليش حاجة البيبي دراجون بهاي التشكيلة؟ ولا بقدر اعمل اشي ضد الكتر دراجون الا اذا بفريز بس. شوف فخر الهجمة كلها، بس مش مشكلة عادي. جولم يلا ماشي، ايس ويزارد بس احسن الي هسه. ليش صرف الكتر دراجون؟ بدافع براحتي يعني. طيب راح انزل الباولر قدام الايس ونجهز الانفيرنو دراجون، ما معه الكترو هو. حلو خلينا اوف. طب انفيرنو دراجون خرب بيتك يا زلمي، لك شو هيدا؟ يا حط لي باولر يا زلمي، ارحم عقولنا يا شيخ. حلو والله كفو، وكوكت الفينكس بس. اسطوره يا الانفيرنو دراجون، لك والله وحش. بدي اهجم انا هسه جولدن نايت. حلو، جريفيارد على البورد. طيب حط تورنيدو يلا، اسحب السكيليتونز. كفو فريز من هون، سلم لي ولا لا. جاب التورنيدو، حرام. طيب ممكن احط السلكتور دراجون، مش اللي املنا فيه. ما بقدرش ادافع. حلو بسرعه، خليني اضغطه، ما راح يلحق ياخذ برج، ما في وقت. نعمل تورنيدو ونخلي جولدن نايت يوصل على البرج بس بدون خاصيه بس. كفو يا الجولدن نايت، باولر واحده كفو. شوي بس تورنيدو، باولر والله كفو يا البوك، والله وحش. يلا بالله يا منوب، على التشكيل اللي عاملها بدها هايط عليك. ايوه كمان هاي شطور، فريز من هون كمان هاي. انا يا اخوان بحبش هايط حتى، بس لما تكون تشكيلتك زي هيك بدها هايط عليك. وبس يا اخوان هذا كان الفيديو، حبيت اشرح لكم كيف تجيب الذهب هذا، لانه عن جد اسبوعين بس ما لعبت راح يروح عليك كل اشي. بتقدر تطور نص بطاقات حسابك وشارك بالمسابقه، بس لايك تكون مشترك في القناه، واشترك بالقنوات الثنتين كمان بخلي لكم اياهم في الوصف. لا يزعم انا مش هيك، بس هاي القناه لايك تعليق اشتراك يا معلم، والفيديو الجاي واللي بعده راح نسحب. اه صح ذكرت 2000 لايك، وهون الجيمات سهله يعني، حاول تجيب 3 كراونز عشان تاخذ 6000 ذهبي كل جيم. وبس والله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.